ودعونا الآن نرحب بمستشارة بلادنا الجديدة أنجلا ميركل. دانكي دانكي، ده قليل يا جماعة عليا والله، أنا أستاهل أكتر من كده بكتير. المستشارة أنجلا ميركل كانت فتاة فقيرة، صحيح، معدمة، مش عيب، جاءت من أسرة جاهلة، وأفتخر من أم غبية. ده هو في إيه؟ ولا رغم من أنها جاءت من أصول حقيرة ومثيرة للشفقة زي ما وضحت. بس يا أستاذ، أنت بتقول إيه؟ إيه اللي حصل بس؟ أنا بمجد في أسطورة عظمتك. وهو أنت كده بتمجد في عظمتي؟ ما لو هتشتمني هتقول إيه؟ هقول إنك شخص حقير. أنا مش بسألك حرفياً. أنا آسف جداً لو كنت ضايقت حضرتك، بس لازم تبقى عارفة كويس قوي إن الجماهير العريضة بتحب تسمع قصة السياسي المكافح، السياسي المجتهد، السياسي اللي ما خدهاش بالسهل، حتى لو كانت ربة في بيئة مضمحلة، بيئة واطية، بيئة وسخة. أستاذة أنجلا، حضرتك أعظم مثال على الكفاح والنضال ده. حضرتك أهم مستشارة جت ألمانيا. عندك حق، أنا فعلا أعظم مستشارة جت ألمانيا، بس ممكن نبطل كلام عن الماضي ونركز على المستقبل بقى. أكيد يا فندم. حاضر. أكيد المستقبل، المستقبل هيكون حقير بدون المستشارة أنجلا ميركل التي ولدت شحاتة. أنا شحاتة؟